الرجاء الهدوء للصلاة، الرجاء الهدوء للصلاة، جزاكم الله خير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك.